السلام عليكم، برحب فيكم في مساق الريادة. الآن مع الشابتر 15. شابتر 15 we'll talk about succession planning and strategies for harvesting and ending debenture. يعني أنا بطريقة بأخرى كيف بدي أخطط للنجاح واستراتيجيات الحصاد أو نهاية الشركة اللي أنا أنشأتها. الآن بشكل عام في هذا المجال عندي استراتيجيات عدة. الإكزيت استراتيجيز انكلود يعني استراتيجية الخروج، وهذه دائما مهمة في عمل الشركات الريادية. في الأول وفي الآخر أنا إيش اللي بدي أصل له كشركة ريادية؟ Initial Public Offering، يعني أنا بدي أفتحها على سوق الأسهم العمومية، يعني هذه بتصير إلها رصد في البورصة المحلية أو البورصة الدولية وبتم تبادل الأسهم فيها. Private Sale of Stock، يعني هذه بتصير بيع الأسهم بشكل خاص، يعني عبر طبعا وسطاء أو شركات الأسهم أو البورصة المحلية. Succession by a family member or a non-family member، يعني بده يتم التوريث لأحد أعضاء العائلة أو عضو من برا العائلة هو اللي بقود هذه الشركة لاحقا. Merger with another company، الاندماج مع شركة أخرى. Liquidation اللي هي هذه النهاية غير سعيدة للشركة، يعني بده يتم تصفية الشركة، يعني تصفيتها ببيع كل ما فيها والانتهاء منها كشركة قائمة. الآن succession planning allow sufficient time for the process by starting early، دائما بدك تخطط بدري لهذه الخطوة. Estimate the firm's value or hire a consultant to do that for you، يعني بدك تشوف قديش قيمة الشركة، أو يعني أنت بدك تعمل هذا التقدير أو تخلي استشاري يقوم بهذا الشغل. Evaluate potential successors on their merit not on whether they remind you of yourself، يعني انت بدكش تشوف لو الناس اللي بدها تخلفك تكون صورة عنك، لا بدك تطلع عليهم على شخصهم هم وعلى قدراتهم وإمكانياتهم، مش الشخص اللي بذكرك في حالك. If a family members are being considered, make sure they have the skills and motivation necessary to carry on this business. يعني لو أحد أفراد العائلة بده يكون عنده المهارات والحوافز الضرورية للاستمرار في عمل الشركة. Provide a transition period، يعني بدك توفر فترة كافية للانتقال للخليفة في هذا المجال من أجل التعلم. Consider options such as employee stock option plans for management succession، يعني أنت برضو بدك تطلع عليها. عادة بعض الشركات لتحفز الموظفين ولتعملهم جزء من الشركة، إيش بتعطيهم؟ بتعطيهم بتحط خطة لتمليك الموظفين أسهم من هذه الشركة، وهذا بتخلي بتعزز الانتماء وبتزود الروح الموجودة عند الموظفين، بتشعرهم أنهم جزء من المالكين لهذه الشركة. Set a date for completion of the transition and stick to it، يعني حدد موعد والتزم فيه للإنهاء من عملية الخلافة أو عملية الإيش الانتقال بشكل كامل. هاي الخطة لأحد أفراد العائلة كيف بده يخلف. Transfer to non-family members، إيش الخطوات الموجودة؟ ما حادخل في هذه كلها لأنه زي ما حكيت هذه خطوات دائما بعيدة. إذا وصلنا لهذه المرحلة إحنا وصلنا لحلقات النجاح بشكل عام. Options for selling the business، direct sales البيع بشكل مباشر. Employee Stock Option Plan، إنك تعطي أسهم للموظفين. طبعا هذا بده يكون عندك Legal Entity لل Employee Trust، يعني لل Ownership. Obligate the firm to repay the loan plus interest out of business cash flow. Result is significant stock value for employees، يعني بصير لل Employees أسهم يعني
محترمة في هذه الشركة. طبعا زي ما حكينا، هاي بتحفز الموظفين، بتزود انتمائهم، بتخلي يعني البزنس، عملية الانتقال للبزنس مخطط وبشكل منتظم. برضو هذه يعني من الشغلات المهمة، انه في الاول وفي الاخر الموظف بياخد، لو يعني اخلص في عمله بيسترد جزء من الارباح بتعود عليه، وهذه بتخليه يتفانى اكثر في العمل. في طريقة تانية اللي هي المانجمنت باي اوت، اللي هي الإدارة بتشتري الشركة، وعادة هاي بتشتريها ليش؟ لأنه الموظف أو يعني المالك الموجود اللي هو الريادي عنده نقص في السيولة، أو يعني بده يخرج، بده يدور على شيء جديد، فهم بصير إيش؟ بحدد السعر بناء على تقييم للموارد الموجودة والممتلكات، وبعد هيك بتصير يعني بطريقة أو بأخرى السعر اللي الطرفين بيتفقوا عليه، وبتتم عملية البيع. البيع بيكون فور كاش، فاينانس ثرو بانك، أو يعني كاش اللي هو بيدفعه كاش ماني، أو اللي هي بيدفعه عبر تمويل عبر البنوك، أو من يعني سيل اوف فوتنج أو نون فوتنج ستوكس، اللي هي الأسهم اللي عندي. عادة الأسهم مجلس الإدارة بتكون الجمعية العمومية، والكل من عنده سهم عنده حق التصويت. في أحيان بعض الأسهم لا يحق لأصحاب التصويت حسب نسبة معينة من امتلاك الأسهم، فهدول بيبقوش وصلوا للتراش هولد، فلهذا السبب لا يحق لهم التصويت فعلى القرارات وعلى يعني المراجعة لأداء الشركة في هذا المجال. البنك رابسي اللي هي بسموها التفليس، وهذه من أسوأ الأنواع، لأنه إيش؟ الشركة مش بتفي بالتزاماتها، فإذا بتفيش بالتزاماتها فهي إيش بدها تسوي؟ بدها تكون تحت الحماية، بسموه تشابتر 7 اوف ليكويديشن. يعني بتصير الشركة غير ملزمة ب خلينا نقول يعني دفع المستحقات، الشيكات المستحقة أو الدفعات المستحقة عليها. في عندنا نوعين، تشابتر 7 بيعطي الليكويديشن اللي هي إيش؟ الانتهاء ويعني تسييل كل ما لدى الشركة، تحويله والإيفاء بالمتطلبات المالية لهيك. أو تشابتر 11 بيقولنا هذا إيش؟ ري أورجنايزيشن للشركة بشكل أساسي. الري أورجنايزيشن يعني بتحول إعادة هيكلة للشركة. تشابتر 13 بيعمل انستولمنت بيمنت، يعني بشكل أساسي بيقسم الدفعات، بيعمل حماية للدفعات كل قديش يتم الدفع فيها. طبعا في شركات بتدخل تحت هذه الحماية وبتطلع منها بعد فترة وبتقدر تفي في التزاماتها، وفي شركات خلاص بتروح نحو التصفية وبتطلع من البزنس بشكل عام في هذا المجال. احنا ما حندخل في هذه التفاصيل لأنه بتهمناش كريادة في فلسطين في هذا المجال، وهذا مش مجال عمل المساق. بس أنا قلت لكم إيش الموجود وإيش الطريقة المثلى. الطريقة المثلى إنه الشركة تنجح وتصير إنه هذه أنت كريادي بدك تبيع الشركة، فبدك تبيعها، بدك تدور على مش ناس بتشتري الشركة بالقيمة تبعتها، وهذه أهم خطوة موجودة. أو تعرضها على في يعني جو بابليك وتعرضها كأسهم للناس، للمجتمع أو لسوق الأسهم الدولية لشراء أسهمها، وبتصير أنت هيك مين له أسهم عنده حق التصويت، أو بصير جزء من إدارة الشركة. وهيك بنبقى خلصنا تشابتر 15. تشابتر 16 بلخص بشكل عام الحياة الكاملة لدورة البزنس من الستارت اب الاكزيت استراتيجي. فان شاء الله بنعمله المحاضرة الجاية، وبنبقى هيك انهينا
معظم الأشياء الضرورية في المسار، بظل المناقشات في جزئيات الأوبريشنال بروسيس زي الهيومن ريسورسز زي الفاينانس، كيف احنا بنقراهن كيف بنسوي فيه، كل هدول ان شاء الله بنعرضهم كجزء من المحاضرات الحية. يعطيكم العافية.